السلام عليكم، معكم حسام الدين صلاح، رابع بار، هندسة سوهاج. مشروع التخرج بتاعنا اسمه Automated Hut with KNX System. في فيديو النهاردة هنتكلم عن تاسك تانية وهي ال Dimming Actuator، ازاي اقدر اعمل on و off، وازاي اتحكم في ال Brightness بتاعة اللمبة اللي عندي. فتحنا ال ETS، نفتح ال KNX Virtual، تمام، دوس settings، interface IP، IP address، IP port. احنا اشتغلنا قبل كده اكتر من مرة، فبالتالي يظهر لي على طول في الباص هنا في الكرنت انترفيس ظهر لي الكينكس فيرتشوال عشان اربط الاي تي اس مع الكينكس فيرتشوال، عشان بحيث اقدر لما ادي الانبوت واشوف الاوتبوت عندي في الكينكس فيرتشوال. تمام، اهو نفس الاي بي ادريس، نفس الاي بي بورت. اروح اعمل create new project، سميه automated hut. والباكبون زي ما قلنا TP topology TP، والجروب address style 3 level create project. تمام، اول حاجة اعملها ال building structure بتاعي، ادوس كليك يمين add ونضيف floor. المعمل بتاعنا في الدور الخامس floor 5، تمام. بعد كده نضيف الروم، وزي ما قلنا قبل كده لو مش بروجكت على سكيل كبير يعني اقعد بقى اضيف اكتر من دور واكتر من بيلدينج بورت وهكذا. فاحنا هنسمي الروم بتاعتنا لاب، وهفتح اللاب، اعمل اد كابينت اللي هي الايديوكيشنال كيت، تمام، الكيت بتاعتنا اللي في المعمل. بعد كده اخر حاجه اد ديفايس، الديفايسز اللي هعمل بيها التاسك بتاع النهارده. افتح الكتالوج اللي هو اللي عملنا له ابديت قبل كده في اول فيديو اللي هو KNX Association. النهارده هناخد البوش بوتون مع الديمينج اكتيفيتور. ديمينج في ديمينج اهو اول واحد ديمينج اكتيفيتور، اعمل اد، هتضافه عندي في الكيت بتاعتي. اهو اقفل الكتالوج مش عاوزه تاني، افتح الكيت الاقي الديفايسز بتاعتي. بعد كده نروح على الورك بليس، اوبن نيو بانل توبولوجي، كبرها، افتح اون اريا اون لاين، الاقي الديفايسز بتاعتي. هنا في التوبولوجي بنعمل ايه؟ زي ما قلنا بنظبط البارامترز والجروب اوبجكتس اللي انا ممكن اعمل لهم لينكينج مع بعض في الجروب ادريسز، عشان بقى كده اعرف اشوفهم في الكينكس فيرجن. فانا ده البوش بوتون بتاعي 8 شانل، كل شانل 2 بوتون، وده الديمينج اكتويتر 8 شانل برضه. فانا هروح اول حاجه للشانل 1، هعمل بارامترز، هنعمل ديمينج. فالديمينج هنا في نو فيدباك وديمينج فيدباك وديمينج بكذا فيدباك وبالالوان بتاعته. فانا اقول زي ما قلنا بنعمل من غير فيدباك، والفيدباك ده هنستخدمه بعدين في السيناريوز. هاجي اشوف جروب اوبجكتس، هلاقي ظهر هنا ديمينج كنترول وديمينج اون اوف، دي اللي بعمل اتحكم فيها في البرايتنس من 0 ل 100%، والديمينج اون اوف اللي هو سويتش اون اوف، تمام، واقدر افتحها من هنا برضو. الكبر دي ديمينج اون اوف، ديمينج كنترول. هاجي لشانل 1، اروح البارامتر بتاعتها الكالر زي ما قلنا ده عشان في الاظهار في الانديكيشن، في الانديكيشن KNX فيرتشوال. ممكن باللون الاصفر او الاحمر او الاخضر، اي حاجه مش هتفرق، فناخد اخضر المره دي. الديمينج سبيد في اللي هو اللي بيتحكم في البرايتنس، ممكن يكون سلو او فاست، احنا نخليها سلو عشان تبان ليكو. خليها مثلا 8 ستيب، نو فيدباك والقرار نو الارم، تمام. هيظهر لي هنا البارامترز بتاعتي جروب اوبجكتيفز في الشانل 1 في الديمينج اكتيفيتور، شانل 1 اون اوف، شانل 1 ديمينج كنترول، شانل 1 ديمينج فاليو. نيجي لاخر حاجه نعمل ورك بليس، اعمل اوبن نيو بانل
جروب ادرس افتحها معايا فوق اد مين جروبس، نعمل اول نيم بتاعت اللي قلنا المين فانكشن. احنا هنعمل ايه؟ لايتنج، الديمينج تبع اللايتنج. تمام، اضيف اد ميدل جروب سميه هنا بقى ديمينج. اخر حاجه الجروب ادريسز بتاعتي اللي احنا هنسميها مثلا اون واوف كسويتش اون اوف، واضيف جروب ادريس تاني اللي هو الديمينج اللي عندي. تمام، ديمينج عادي، بلاش ديمينج عشان ما يبقاش شبه الميدل جروب، فنسميها برايتنس برسنتج كنسبة. اوكي افتحهم عليهم ظاهرين عندي هنا. ابتدي بقى اروح للتوبولوجي اخد الجروب اوبجكتس اللي انا هعمل لها لينك مع بعض. اول حاجة اخد ديمينج اون واوف شانل 1، ديمينج اون واوف شانل 1 مع شانل 1 في الديمينج اكتيفيتور اون واوف. اروح للجروب ادريسز للاون واوف، اجي عند التوبولوجي اخد بقى الديمينج كنترول مع الديمينج كنترول واروح احطهم عندي في البرايتنس. كده عملت لهم لينكينج مع بعض. هنا الاون اوف وهنا البرايتنس كنسبة عندي. هعمل بقى داونلود، احنا عملناها في الفيديو اللي فات نعملها برضو في الفيديو ده. افتح الديفايسز بيقول لي البوش بوتون، ادوس على البوش بوتون في البروجرامينج بوتون في البوش بوتون، لقط هنا معايا هيلقط وبعد كده هيعمل داونلود. هيجي الديمينج اكتيفيتور هيعمل لي ايرور. ليه ايرور؟ لهنا الديمينج اكتيفيتور الادرس بتاعه في الاي تي اس 1.1.2 في الكين اكس فيرشوال عندي انا اشتغلت بيه قبل كده، فانا عامله 1.1.4، فهو لما مثبت عندي 1.1.4 فلازم يكون نفس الانديفيدوال ادرس، فهنا عمل لي فيلد. فاحنا هنروح عشان نعدل الكلام ده نروح للبيلدينج، نقف على الديمينج اكتويتور واجي في البروبرتيز الانديفيدوال ادرس 1.1 واخليها براحتي. هنا كان كام في الكين اكس فيرشوال؟ 1.1.4، واعمل انتر هتلاقيه تعدل معايا هنا، تعدل برضو معايا في التوبولوجي وفي الجروب ادرس. هعمل داونلود بتاعي فول داونلود. تمام، هفتح الكين اكس فيرشوال، هو مستعد ديمينج بس ماشي، ديمينج اكتيفيتور هيعمل له داونلود. عمل فيلد برضو، نشوف لحظة المشكلة فين. نعمل داونلود تاني فول داونلود. انا كده عدلت الاندبل ادريسز بتاع البوش بوتون. تمام، البوش بوتون ادوس البروجرامينج بوتون، البوش بوتون وليه لقط معايا. تمام، بعد كده ادوس البروجرامينج بوتون عادي للديمينج اكتيفيتور بعد ما يحمل بوش بوتون، هيدخل على داونلود الديمينج اكتيفيتور ولقط معايا. طالما التابة دي اتحولت من لون الاورنج للاسود ده كده معاه لقط معايا. تمام، نفتح الكين اكس فيرشوال، نفتح ايه بقى؟ الديمينج. نيجي بقى للديمينج، ادي البوش بوتون بتاعي وادي تشانلز في الديمينج اكتيفيتور. الزيرو والوان ده زي ما قلنا سويتش، سويتشنج اون واوف. احنا ما عملناش غير شانل 1 في البوش بوتون اللي هو دي بترمز للديمينج، علام الشرطه دي اللي هو بتعمل داون او بتقلل، ودي السهم بيزود البرايتنس او الديمينج عندي. فانا اول حاجه اعملها ادوس اون الاقي الشانل اشتغلت، واحنا كنا عاملينها باللون الاخضر، دوس اوف اون اوف كده بعمل سويتشنج عادي، لو ممكن اعمله بالسويتش اكتيفيتور بس
هنعمل الديمينج ازاي. اعمل ضغطة مطولة هلاقيه بيزيد 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 لغاية لما يوصل للأخضر كامل، وادوس ضغطة مطولة على الشرطة هلاقيه بيقل 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 لغاية ما يطفي تمام، وهكذا ازود تاني الاقيه بيزيد معايا بيزيد 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 لغاية لما يبقى لون اخضر تماما. كده انا بعمل ديمينج، بتحكم في البرايتنس من 0 ل 100%، واقدر اعمل اون واوف كده. من عندي شانل 1 استخدمت 2 بوتون، بعمل سويتشنج وديمينج في نفس الوقت اهو اون واوف، وادوس ضغطة مطولة لغاية لما يوصل فول برايتنس بتاعته، سواء اللي انا اقلل او ازود، وممكن اقلل اهو في نص بس اوقف هنا وارجع تاني ضغطة مطولة الاقيه بيقلل، وهكذا. شكرا، ان شاء الله نشوفكم في الفيديوهات اللي بعد كده.